يومي اشتباكات ومحاولات تسلل من قبل المجموعات الإرهابية. حاولت تفخيخ هذا المكان وزرع ألغام لمنع الجيش العربي السوري من التقدم، لكن استطعنا برفقة وحدات الجيش العربي السوري من الدخول إلى هذا المحور، ونحن الآن باتجاه المقرات التي كانت تسيطر عليها تلك التنظيمات باستهداف تل الخضر والمناطق المحروقة. كما تشاهدون العربة كان هنا مصفحة بالكامل من قبل التنظيمات الإرهابية، قاموا بتصفيحها بالكامل لعدم اختراقها من قبل وحدات الجيش، لكن تم التعامل مع هذه المعدات والعتاد من قبل عناصر الجيش العربي السوري. اغراض لعلون؟ ايوه. لا حد يقرب على شيء لحتى اجي. سلامت؟ هنا كانت تتمركز احدى التنظيمات الارهابيه، وهذا كان معقل لهم يحاولون من خلال هذا المعقل استهداف تل الخضر من خلال القذائف الصاروخيه. كما تشاهدون استطاعت وحدات الجيش العربي السوري الدخول الى هذا المحور وتدميره بالكامل. هنا ايضا اثار المعارك التي كانت تدور كانت تستخدمها التنظيمات الارهابيه لاطلاق القذائف الصاروخيه والحشوات التي كانوا يستخدمونها. هذا الطريق يصل إلى بلدة داعر، يعتبر الطريق الرئيسي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية. حاولوا زرع ألغام لمنع الجيش العربي السوري من التقدم، لكن تم اكتشاف العديد من الألغام وتفكيكها بالكامل من قبل وحدات الهندسة.